ست حليمة، اليوم المطلوب في موضوع خطة التعافي يجب أن ننتهي بقى من هذا الموضوع، لأنه في جريمة ترتكب بحق لبنان كل يوم، بحق المواطنين اللبنانيين. طالما هذه الخطة لم تبصر النور وما بلشنا، يعني ما حطينا المداميك الأساسية، ما عملنا شيء. في موضوع الكهرباء، في موضوع تقسيم الحدود، يعني في 4 ملفات ساخنة مطروحين على جدول أعمال هذه الحكومة الجديدة. كل يوم تأخير منكون عم نستكمل الجريمة بحق لبنان. بدي أقول لك، هو معتبر أنه عنده فريق عمل متفاهم معه، في تجانس بينه وبينهم، بقى بده يكمل بذات الفريق، حقه. بس هيدا الموضوع بالتشاور بيصير بينه وبين رئيس الجمهورية. تكمل كمان الموضوع أنه كمان بكرة عنا اجتماع لجنة المال والموازنة بمجلس النواب. كلنا نعرف أن هذا الاجتماع تأجل من يوم الاثنين لبكرة. لماذا تأجل؟ هل فقط لأنه موضوع لإصابة النائب كنعان أو نعم. عدمه بكورونا؟ أو رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم كنعان كان مصاب بالكورونا وما كان بيقدر يترأس اللجنة. بعد التشاور والتداول صار ما كان في سبب آخر. لا أبدا، صار في تأجيل. واليوم بقدر زفلك خبر أنه الأستاذ إبراهيم كنعان صار نيجاتيف، بطل بوزيتيف، وبالتالي الحمد لله من له الحمد لله على السلامة. وبكرة رح يكون على موعد مع بالمبدأ، إذا بعد الرئيس ميقاتي ناوي أنه راغب أنه يكون هو عم بيمثل الحكومة مع حكمية مصرف لبنان وغيره، أهلا وسهلا، بيكون عنا نقاش لنحكي بهذا الموضوع بالتحديد حول خطة التعافي من قبل الحكومة. طيب، متى سيحجب أو شو الأسباب التي تخول تكتل لبنان القوي أن يحجب الثقة عن حكومة شغلتين. الرئيس إذا الأشخاص اللي جايين جديد أو كان عنا تحفظات على إداء وزراء حاليين، منا نحن مطمئنين لهالأشخاص، هيدي سبب أول. السبب الثاني، إذا البين الوزاري ما بيكون عم بيلبي طموحات المرحلة اللي نحن جايينها، غير هيك ما عندنا سبب. مين إن الوزراء اللي أنتم منكم راضين عنهم بهذه الحكومة؟ لا، هلا هيدا الموضوع، يعني خلينا قبل ما غوص بهذا الموضوع خلينا نشوف تشكيل النهائية. يعني ما بدي فوت ب إذا بدك اجتهادات وفوت بمسار قبل انه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ينهوا تشكيل الحكومه، على اساسه تفهمي اذا نحن مبسوطين او لا من التشكيل. هل كنتم تنتظرون عرض من الرئيس ميقاتي بموضوع، يعني انتم مقابل ان تسهلوا تاليف هذه الحكومه ومنح الثقه، كنتوا ناطرين عرض من الرئيس ميقاتي بانه فور تشكيل هذه الحكومه سنكون امام اقاله حاكم مصرف لبنان؟ لا، بس اللي بدي اقول لك انه هذا الموضوع بحث كمان، ورئيس ميقاتي هو اصلا بتصاريحه الاعلاميه كان عم بيقول انه ما بدي غير عسكر او ضباط خلال الحرب، معتبر انه كان في تفاوض قائم مع صندوق النقد الدولي وما بده كان يغير حاكم مصرف لبنان. واللي سمعته واللي فهمناه كمان انه هلا هذا الموضوع بالنسبه له صار من الماضي، لانه الاتفاق الاطار وقع مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هو اللي عم بيقول هلا اللي فهمنا منه انه جاهز انه يغير حاكم مصرف لبنان، لانه ده قرار تابع لمجلس الوزراء. بس هذا الموضوع اولا بده سبب شرطين، انه وزير الماليه هو يلي بده يقترح اسماء جديده مكان حاكم مصرف لبنان، واثنين انه بده يحوز على اكثر من ثلثين مجلس الوزراء. بقى هودي الشرطين اذا توفروا حتما بيكون في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. واللي قاله هو انه ما عنده اي مانع من ان يكون هناك حاكم جديد لمجلس لبنان. يعني اليوم اذا تم تبديل وزاره الماليه ومنحت لاي شخصيه مقربه ربما من رئيس الجمهوريه، قد نكون امام طرح اقاله حاكم مصرف. كله محتمل، بس كمان هذا الموقع والمنصب حساس وشفنا اهميته، لدرجه انه بعتقد كمان بدنا نكون عم ننبش على اشخاص بيتمتعوا بمعايير ومواصفات إلى علاقة بالدقة، بالنزاهة، بالاستقامة وبالاستقلالية عن كل الأحزاب والتيارات. ساعتها بعتقد عندكم أسماء مطروحة بهذا الشأن؟ لا، معنا. طب في معلومات تتحدث بأنه تردد أنه فرنسا لديها مرشح خاص لحاكمية مصرف لبنان، وبحكم يعني علاقاتك الفرنسية إذا بتقدر عندك معلومات حول هذا الموضوع، وأنه الاسم المطروح هناك اسم جاهز ومطروح، وكل ما يشهده القضاء في الخارج ضد حاكم مصرف لبنان هو بضغط فرنسي لأن يتم إقامة
استقالت رياض سلامي مقابل تعيين هذا الحاكم اللي تدعمه فرنسا؟ صراحة يعني الخبرية قال له نص مظبوطة ونص غلط. شو النص؟ لا انه في شخص ورح سميه لانه بعتقد كل العالم صارت تعرف هذا الاسم، الاستاذ سمير عساف، كان مطروح منه اسم مطروح جديد لحاكمية مصرف لبنان، كان في تواصل معه من سنة وسنتين وثلاثة حتى وأربعة كمان، بس أنا بعرفه كتير منيح وصديق ومنحيي، ما بده يعني، هو رافض أن يكون حاكم لمصرف لبنان لعدة أسباب، لاعتبارات شخصية مهنية، معتبر أنه هو يعني منه جاهز ليلعب هيدا الدور إذا بدك بحكم الواقع السياسي اللبناني، مش أنه منه جاهز بالشخصي، لا هو عدى وقدود، بس عم بحكي نظرا للواقع السياسي اللبناني المعقد ما بده يكون أسير توازنات سياسية، وبالتالي منه راغب أنه يكون بهذا الموقع. بس تقلك أنه فرنسا ضاغطة أكيد كمان، لا هو مدعوم من فرنسا، يعني هو صديق فرنسا. هو صديق للإدارة الفرنسية وللرئيس الفرنسي ماكرون، وبزياراته للرئيس ماكرون على لبنان كان معه سمير عساف، بس هالشي ما له علاقة بالضغط الفرنسي. فرنسا ما عم تضغط بهذا الموضوع، فرنسا مش انه عم بحكي كلام شعر، ما بتتدخل كتير بهالأمور، هي شو بيتمنوا اللبنانية بتكون إلى جانبهم. بس تقلك أنه عم تضغط شيلوا رياض سلامي وحطوا سمير عساف أو غيره، أكيد لا، بس حتما إذا بدنا نحكي بالمنطق في شيء غلط عم بيصير، يعني حكمية مصرف لبنان ما فيها تضل هي إذا بدك أسيرة هالتجاذبات القضائية والقانونية القائمة إن كان بلبنان أو بالخارج، يعني في مصداقيتنا في صورتنا بالدق، ما فينا نضل معلقين ومطلقين بهذا الموضوع. مشان هيك نعم يجب يمكن أنه نعيد النظر بكل هذا الملف من خلال أن يكون هناك يمكن حاكم جديد لمصرف لبنان، بس مثل ما قلت لك يكون متوفرة فيه هذه الشروط: توافق داخلي، معايير علمية، واستقلالية تامة. هل هناك مشكلة لدى التيار الوطني الحر بأن يترك ملف حاكم مصرف لبنان لرئيس الجمهورية الجديد؟ يعني ربما هلا هيدي الفتره مهمتها اكثر اصلاحيه، الحكومه تفوت بي بي يعني بالقصص الاصلاحات المتعلقه بالاصلاحات وتطبيق الاتفاقيه. لكن سمعت انه التيار مستعجل لانه بده يستفيد من هذا العهد ليحط بهذه المواقع اشخاص مقربين. وهذا قيل. نعم. طيب لما انا عم بقول لك انه القرار من وزاره الماليه يلي منه تيار، ورئيس الحكومه بده يكون ماشي يلي منه تيار، فاذا حتما ماذا لو اتى هلا رئيس وزير المال كان مقرب من رئيس الجمهوريه اذا قلنا التيار لن يشارك؟ ان شاء الله يا ريت، انا بتمنى اذا قلت لي اذا كانت التشكيله المقترحه وزير ماليه مقرب من رئيس الجمهوريه انا بطمن بالي ساعتها، بس صراحه ما عندي ابدا هيدا الجو، يعني ما بدي اروح بالاذا مش الشرطيه الخياليه بقى. يا ريت